النادي الاهلي في اسبوع محمد، يعني ما استناش فتره كمان، لا في اسبوع محمد صرف كل مستحقات محمد كامله، وكان في فلوس جايه من اعلانات، وكان في فلوس جايه من شركات ومن رجال اعمال ومن اللعيبه، كل الفلوس دي خدناها كامله كامله. بنتعامل مع راجل كبير بوضعه وبكيانه بأدبه باحترامه، فده اللي خلى الناس تحترمه والناس تحبه من صغره، هو من زمان يعني. فمشي كده معاه، حتى لما لعب في الاهلي ولعب منتخب عسكري وراح كاس عالم للانديه كان برضه بيرجع ينزل البلد يتعامل مع الناس وينزل يسلم على الناس. اي حاجه كان في اي وقت كان بيبقى متواجد، فرح، عزاء، اي حاجه كان بيتواجد بشكل كبير جدا مع الناس، مع اهلنا في الفيوم في سنوريس. يعني في ناس مثلا ربنا يكرمها تتغير، لا هو ما كانش كده ابدا. والدليل على هذا انه حتى شعب سنوريس كله والمركز الشباب والمركز سنوريس كله كانوا يتمنوا ان يشوفوه في، يعني زي كابتن محمد صلاح كده، يعني كان نفسهم يشوفوه احسن لاعب في الدنيا. عمره ما قال لحد لا على حاجه. باباه راجل خير جدا ومامته ناس خيرين جدا، وهو ما كانش بخلان على اي حاجه، ياخد بطوله يعمل اي حاجه، كان ده يعني ما كانش بيتاخر على اهل البلد خالص في اي حاجه. الحاجات دي اظن ان عبد الوهاب يعني كان بيتميز بيها. اظن ان عبد الوهاب الله يرحمه كان يعني ايه احسن حاجه كان بيتميز بيها ان هو انسان. ان شاء الله الاجازه اللي جايه هقضيها بيه وباذن الله مع البيت بقى. يمكن انا بقالي كتير ما رحتش الفيوم، فاروح اقضيه مع العيله وبيتنا وبلدي وكده، وان شاء الله خير يعني باذن الله. طب تدي كاس ليك يا كابتن محمد؟ والله اولا يعني الجمهور الاهلي العظيم اللي جاي ويشجع وبيقعد جنبنا في كل بطوله. بعد كده بقديه لوالدتي ووالدي واخواتي ومدربي اللي هو في الفيوم كابتن محمود الدناوي، وبقديه للمصريين كلهم الحمد لله الاهلاويه.